بسم الله. بما ان نيوزيلاند هنتكلم على موديل اليمنت اسورينج، اللي هي مين المسؤول عن الموديل دوت. ده تمبليت موجود، هتبدا تكتب اسم الشركه والتاريخ ولو في اكثر من مراجعه او تعديلات، ولا تكتب الاقسام الموجوده. تمام، ممكن تزود تخلي مثلا الميكانيكا لوحده والبلومنج لوحده. وبعد كده هنا كل مرحله من المراحل بتقول ده هنسلمه له دي 100 او 200 او مش هيسلم في التسليمه ديت. ممكن في عنصر مثلا معين مش هتعمله خالص في كل المشروع، وهنا تكتب مين المسؤول عن الموديل دوت، يعني مين اللي عمل الفاميلي دي او عمل الجزء دوت وهو ده المسؤول عنه. تمام، وممكن الشخص ده يختلف من مرحله لمرحله. يعني هنا مثلا عملت شركه اسمها اي بي، وبعد كده في المرحله اللي بعديها عملناها قعدها سي دي. تمام، في بعض الشركات بتقول لك انا مش هقدر اوصل الموديل لحد اللي ودي 500، انا وصلت 300 واخلع. وفي شركة تانية تبدأ من 300 ل 400 او ل 500.